بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، اليوم لي خلل بالبرنامج لي خلل بالبرنامج يعني ما سجل، فأعيد تسجيل. What's your hobby? Do you have a hobby? هل تمتلك هواية؟ What's hobby? What's a hobby? ما هي الهواية؟ Generally، عموما أو بشكل عام، this is something you do in your spare time for enjoyment and relaxation rather than something you do to do earn money. هو شيء ما تفعله أو تقوم به في وقت فراغك للاستمتاع والاسترخاء أكثر مما هو عمل تقوم به لجنيل مال. Though sometimes happy can turn into، لذلك في بعض الأحيان الهواية ممكن أن تتحول إلى وظيفة. Hobbies can include collecting things, doing something creative and or artistic. لذلك الهوايات ممكن أن تضم جمع الأشياء، القيام بشيء إبداعي أو خلاق أو فني. Playing sports، ممارسة الرياضة، and other games، أو ألعاب أخرى. Or of course simply، أو من الطبع يكون أبسط شيء من ذلك هو أو في ذلك watching television، مشاهدة التلفاز. By continually participating in a particular hobby، الاستمرار بممارسة هواية معينة. One can acquire، من ممكن الشخص أو الفرد أن يكتسب substantial skill، مهارات مهمة، and knowledge، ومعرفة in that area، في تلك الهواية يقصد بها وفي ذلك المجال. If you live near the river، إذا كنت تعيش قرب النهر، you may enjoy swimming or fishing، يمكن أنه تستمتع بالسباحة أو الصيد. On sweltering hot day، في يوم جاف حار جاف، there is nothing more refreshing، لم يكن هناك أو لا يكون هنالك شيء منعش أكثر من ما هو jumping into the cool water، بالقفز في الماء البارد. And it's fun to race، وهو يكون ممتعا إذا to race your friends، تسابق أو تباري أصدقائك to other side، إلى الجانب الآخر. With enough practice، التدريب الكافي، مع التدريب الكافي، you may even get fast، ممكن أنه تحصل على السرعة الكافية. Enough to train، من التدريب. To enter competitions، حتى تدخل منافسات. And one day compete، يوم منافسة واحد. In Asian، ليوم منافسة واحد. In Asian games، الألعاب الآسيوية. Or the Olympics، like مهند أحمد ضياء العزاوي did، مثل ما فعل ذلك ضياء أحمد العزاوي in 2012، في 2012. If swimming sounds like، إذا كانت السباحة تبدو وكأنها too much hard work، هو عمل شاق أو صعب بالنسبة لبعض الناس، fishing may be more your kind of hobby، ممكن أن يكون الصيد هو إحدى هواياتك المحببة أو المفضلة. Traditionally، كشيء تقليدي، fishing is something، هو الصيد هو something fathers often enjoyed، بعض الآباء يستمتعون، غالبا ما كانوا يستمتعون teaching their sons، يعلمون أبنائهم لكيفية الصيد. Many people find there is nothing more relaxing than sitting next to a beautiful lake or river watching nature and feel part of it. بعض الناس يجدون أن ذلك لا شيء هناك أكثر من الاسترخاء بواسطة أنه أفضل من أنه تجلس قرب النهر أو بحيرة جميلة أو مشاهدة الطبيعة والشعور كأنه أنت جزء منها. If you are really lucky، إذا كنت بالفعل محظوظ، you may even catch something، ممكن أنه تصطاد لك شيء.
to take home, لتأخذه إلى البيت for dinner, للعشاء. Being creative, لتكون إبداعيا خلاقا, and make things, making things can also be extremely enjoyable. ممكن أن تقوم بعمل أو صنع أشياء تكون أيضا أكثر استمتاعا. Jewelry making, صناعة الجوهر, is a hobby which goes back many hundreds of years. تعود أصل هذه الهواية إلى مئات السنين. You can make beautiful necklaces. بإمكان أن تعمل قلائد, bracelets, أساور, and earrings, وتراشي, يعني حلقات أذن. Using many different materials, مستخدما مواد مختلفة, including silver, مثل الفضة, glass beads, الخرز الزجاجية, and even shells, وحتى المحار, القواقع. They make wonderful gifts. بإمكان يسوون, يصنعون أو يكونون هدايا يعني مدهشة, مبهرة, for your family, لعائلتك, and friends too, لأصدقائك أيضا. Another ancient crafts, مهارة أو حرفة أخرى قديمة, still popular, لا زالت شائعة in many homes, في بعض البيوت أو البلدان, is blanket weaving, يعني هي حياكة السجاد. Many communities share a loom, يشترك بعض المجتمعات بصورة ما أو بحرفة ما أو يتفقون لشيء ما. And you can create beautiful patterns using wool. بإمكانك أنه تكون أو تنشئ أشياء جميلة مستخدما الصوف, wool, felt, شعر, silk, الحرير, or mohair, طبعا نوع من الأقمشة. هذا المهم. The buttons on the blankets, هاي الأشياء على هذه السجاد, can vary from region to region, ممكن أن تكون متنوعة في استخدامك للسجاد بها, في استخدامك ممكن أن تكون متنوعة من منطقة إلى آخر أو بلد إلى آخر. And popular colors, والألوان الشائعة هي bright reds, ذات الألوان الحمراء الزاهية, الألوان البرتقالية, الألوان orange, browns, yellows and blues, الألوان البنية, الألوان الصفراء, والألوان الزرقاء. You need a lot of patience for this hobby, تحتاج إلى الكثير من الصبر لهذه الهواية, as it takes a long time to make one plan, وتستغرق بينما تستغرق وقت طويل لإنشاء أو لصنع سجادة واحدة. But it is something for your family, لكن هو يعتبر فالشيء لعائلتك, to treasure, يكون كنزا for generation, للأجيال الأخرى. نحتاج إلى بعض الأسئلة اللي تخص هذه الفقرة طبعا. Unit 2, hi Lucy. هاي الأسئلة الخاصة ب Unit 2. What's a hobby? What's a hobby? It is something you do, هو شيء ما تقوم به, in your spare time for enjoyment and relaxation, للاستمتاع. Yes. What can hobbies include? ماذا تضم هذه الهواية؟ They include collection things, جمع الأشياء, or collecting things, doing something creative or artistic, playing sports and other games, القيام بشيء إبداعي أو فني, ممكن أن تمارس الرياضات وألعاب أخرى.
What can a person acquire by participating in a particular hobby? ما الذي يكتسبه شخص ممكن أن يكتسبه شخص بالمشاركة في هواية معينة. Being creative سيكون إبداعيا and make things that can be extremely enjoyable. يعمل أشياء ممكن أن تكون ممتعة للغاية. How can anyone enter competitions and compete in Asian Games and Olympics? كيف يمكن لشخص أن يدخل المنافسات وينافس في الألعاب الآسيوية والأولمبياد؟ With enough practice بإمكانك أنه التدريب الكافي you may get fast enough to enter competitions and compete. حتى تدخل منافسات وتنافس. How do many people find fishing? يشوفون ماذا يرى الناس أو كيف يجدون الناس الصيد. More relaxing by sitting near a lake or river, watching the nature and feeling part of it. الاسترخاء والجلوس قرب بحيرة أو نهر ومشاهدة الطبيعة والشعور كأنه جزء منها. Is blanket weaving still popular in many homes? هل لا زالت حياكة السجاد شائعة في العديد من البيوت أو البلدان؟ Yes, it is. What do weavers use to create beautiful patterns? ماذا أو ما الشيء الذي يستخدمه الحائكون لعمل قطع جميلة من هذا السجاد؟ They use wool, felt, silk and wire. Do we need a lot of patience in blanket weaving hobby? هل نحتاج إلى كثير من الصبر في حياكة السجاد؟ Yes, we do. نحتاج. هذا راح يبدي هنا اليونت 3. هذا ما يخص اليونت 2.